بصوا يا جماعه، احنا عندنا باذن الله ويمكن اظن العالم، هو العالم فعلا عارف، احنا عندنا مؤتمر مهم جدا اللي اتعمل في شرم الشيخ اللي هو قمه المناخ COP27. اسوان بتبدا تنفيذ مبادره المشروعات الخضراء الذكيه وبتزرع شجره لكل طفل. بالمناسبه اسوان دي بالذات مش محتاجه حاجه، اسوان دي جنه ربنا في الارض والله العظيم. معانا على التليفون سياده اللواء اشرف عطيه محافظ اسوان، يعني من اكتر المحافظين اللي انا بحبهم واموت فيهم. ازاي حضرتك يا سياده اللواء؟ اهلا بيك استاذ يوسف، ازاي حضرتك؟ ايه الاحوال؟ ده احنا اسعد والله. انا طبعا سعيد جدا طبعا، وبعدين الموضوع اللي انت بتتكلم فيه انا طبعا متابع الحلقه من البدايه، ولكن الموضوع ده بالذات لازم يتاخد بشكل جدي جدا فعلا داخل الدوله، لان احنا بنشتغل على مبادره مهمه جدا جدا، المبادره الوطنيه للمشروعات الخضراء الذكيه وبرعايه سياده الرئيس. احنا لازم نقول ايه اللي بيحصل على ارض الواقع دلوقتي. احنا حاليا دلوقتي بنعمل اجتماعات كتيره جدا، صحيح ان احنا حاليا في عدد من المشروعات اللي بنشتغل عليها، لان احنا المفروض طبقا للاتفاقيه اللي اتعملت في 2020 اتفاقيه المناخ للامم المتحده، ان المفروض تبقى العالم كله يبقى في 2050 زيرو كربون، مفيش وقود ملوث، مفيش. فطبعا اللي بيحصل دلوقتي حاليا مرتبط ان شاء الله بالمؤتمر اللي هيستضيفه ان شاء الله تستضيفه الدوله المصريه ان شاء الله في شرم الشيخ كوب 27. فعلا في اجراءات كتير جدا تمت، واحنا لازم برضو نبقى الناس تبقى مستوعبه ايه فكره المسابقه دي اللي معموله على مستوى الدوله، اللي احنا هنختار منها 18 مشروع على مستوى الدوله. أيوه. من 162 مشروع، المفروض ان دولت المشروعات دي هيتم العمل عليها بواسطه الدول اللي اثرت على المناخ بوضوح يعني. فاحنا بالنسبه لمحافظه اسوان المفروض ان احنا في عندنا في 6 مشروعات، المفروض من المشروعات الكبيره والمتوسطه والصغيره والمشروعات المرتبطه بحياه كريمه يعني، والشركات داخله معانا والمراه والمشروعات الفرديه، باجمالي 6 مشروعات. فاحنا طبعا حتى الان نزلنا على المنصه اكثر من 100 مشروع متنوع، ولسه قدامنا لحد بعد بكره 7/9 بنسجل وبنشوف المشروعات. وانا اعتقد يعني ان المشروعات كلها اللي احنا بنشتغل عليها ان شاء الله هتبقى مشروعات هامه جدا، وان شاء الله يكون لنا نصيب ان احنا ان شاء الله يعني المشروعات بتاعتنا تكون داخله من ضمن المشروعات اللي هتشتغل عليها الدوله. بقول لحضرتك حاجه مهمه قوي. اتفضل. اللي طبعا عارف ان احنا عندنا الطاقه الشمسيه موجوده طبعاً. بان مدينه كامله بنتكلم على ان احنا عندنا 32 محطه بتنتج 1460 ميجا واط، وفي نفس الوقت ان شاء الله داخلين في 40 محطه، يعني ان شاء الله يمكن يعني ال 1460 ميجا واط هيزيدوا، وبالتالي هنطلع انتاج يوازي ما ينتجه السد العالي من الكهرباء يعني. فده مشروع عظيم جدا، فبالتالي ده من البدايات. فانا المفروض برضو ما اقولش على المشاريع اللي احنا داخلين فيها في المسابقه، على اساس ان احنا بنحاول ان احنا زي ما بتقول كده ايه بنتحفظ على اسماء المشروعات، يعني على اساس ان احنا ربنا سهل يعني، وتبقى الافكار بتاعتنا تكون مستحسنه وان شاء الله تدخل في المسابقه. طب حلو جدا. انا يمكن عايز برضو اسال على حاجتين، حاجه متعلقه بـ 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 بموضوعنا، وحاجة تبدو متعلقة تبدو مسألة برضو شجرة لكل طفل. يعني ايه شجرة لكل طفل دي يا سيادة المحافظ؟ طبعا احنا يمكن المحافظة في حالة من الترابط والتناغم ما بيننا في كافة المبادرات عموما يعني. اوكي. والموضوع ده برضو حضرتك يمكن تكون لمسته يعني في ايام السيول، لمسته في كل المواقف، صحيح، في جائحة كورونا، في كل. فلما جينا واتكلمنا ايه الافكار الجديده اللي ممكن تتعمل، احنا عايزين الاطفال تشترك معانا وتبقى ليها دور في اللي بيحصل. اولا طبعا اسوان جواها حر جدا، حتى بغض النظر عن المشروعات الخضراء الذكيه
الا ان احنا فعلا محتاج مساحات خضراء كبيره جدا، وده اللي احنا بنعمل عليه. فبالتالي برضو قلنا نخلي الاطفال تشترك معانا، وقلنا كل طفل هيزرع الشجره بتاعته هيكتب عليها اسمه، وهنتابع هذا الموضوع ان هو هيبقى حابب ده. وفي نفس الوقت حلوه دي، يعني احنا هنخليه يزرع سواء في الحضانه بتاعته او المدرسه او امام منزله، وبالتالي هيكتب اسمه، وهو بقى اللي هيراعي الشجره بتاعته ويشوفها وهي بتكبر، وعارف ان ديت هو اللي زرعها بايديه. كل اطفال المحافظه بكامل انتماء، كل اطفال المحافظه بكامل المشتركين معانا، خصوصا طبعا اللي في المدارس. طب احنا يعني هو ده اللي احنا فكرنا فيه فيما يخص الاطفال الصغيرين، عشان الانتماء للحاجه اللي هم عملوها بايديهم وبيشوفوها وهي بتكبر قدامهم. فده بيعمل حاجتين، احنا فعلا محتاجين مساحات خضراء، محتاجين اشجار، وخصوصا بقى الاشجار المثمره والاشجار كمان اللي ليها طبيعه خاصه. في بعض الاشجار اللي هي ممكن نقول عليها بيبقى ليها طبيعه خاصه فيما يخص ان هي بتمتص ثاني اكسيد الكربون، وبالتالي بتقلل من الانبعاث الحراري، وده مهم جدا لان في كذا نوع من انواع الاشجار دي. فاضطرينا ان احنا بقى نشوف انواعها ايه ونشتغل عليها على اساس في انواع كتير من الصبار بتشتغل كده، بتشتغل على ضخ كبير جدا للاكسجين وامتصاص التلوث وتخليصه من ثاني اكسيد الكربون واظن من مواد تانية، بس اكيد هتتعاونوا في ده ولو حتى من الباب المعرفي مع مركز البحوث الزراعيه ووزاره الزراعه، مش كده؟ ده اللي حصل فعلا، واحنا موضوع بيشتغل في منظومه متكامله. ويمكن في شجره اسمها الحور، ودي طبعا مش يمكن دي برضو بتعمل ده، يعني بتعمل حضرتك قلت عليه، بتقلل فعلا من الانبعاث الحراري، وده فعلا بيساعد معانا. غير بقى في شجره تمر هندي وشجره ثانيه اسمه الكايا، وده برضو احنا يمكن بنحاول ان احنا نجمع اعداد كبيره على اساس ان ده يساعد معانا. وعايز اقول لحضرتك ان احنا برضو مش اكتفينا بقى بالاطفال، احنا دخلنا على الجامعات والمدارس ومراكز الشباب والجهات الحكومية، وبدأنا نفكر ان احنا ازاي نعمل يعني زي مش توعية وبس، لا توعية وتنفيذ على ارض الواقع، ان احنا ننزل الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية واماكن الانتظار. طبعا انت عارف بتبقى الجو حر اصلا في اسوان، مش محتاج ان احنا نتكلم عن الجزئية دي، ولكن اماكن الانتظار بتخفف طبعا لما يكون فيها اشجار، واشجار يعني عالية وكبيرة بتخفف شوية من وطأة الحرارة. والله يا سيادة اللواء حر أسوان بس بحلاوتها وبحلاوة ناسها جنة، والله العظيم حتة بلد أنا أحبها أصلي قوي. طيب أنا هنا ياخدني على الجزء الثالث اللي أنا كنت عايز أسأل عليه، اللي قلت قد يبدو أنه بعيد. أسوان دي فعلا جنة من ربنا في الأرض، أسوان بلد معروف على المستوى العالمي بأنها وجهة سياحية عظيمة جدا جدا جدا، وأنا خدت بالي لما كنا عند سيادتك أيام السيول أنه في مجموعة كده من البيوت وفيلات لطيفة كده اتبنت بالفعل على ضفاف نهر النيل في حتة جميلة، والريس راح شافها وكلام من ده. أنا بفكر في إيه بقى؟ أنا بفكر مع حضرتك بصوت عالي، احنا ليه ما نروجش لأسوان مش بس كوجهة سياحية معروفة على المستوى العالمي، لا هي مكان لشراء عقارات ذات طراز معماري متميز صديق للبيئة يصدر لبلاد بره. يعني أنا عايز الجماعة الأجانب اللي بيجوا يتفرجوا على أسوان ويزوروها وكلام من ده يشتري ويقعد في الحتت الحلوة اللي موجودة هناك ويشوف طبيعتها الخلابة، وأنا أظن إنه هيبقى في ناس كده زي ما بيقولوا. طبعا يعني كلام حضرتك ده يعني فعلا دي حقيقة، بس أنا عايز أطمن حضرتك إن طبعا إن سيادة الرئيس يمكن لما أمر بإنشاء أسوان الجديدة اتعملت بالشكل اللي حضرتك بتتكلم عنه ده، حتى يمكن يعني برضو فكرة إنشاء أسوان الجديدة بالشكل الجميل بالبيوت بتاعتنا الجميلة دي موجودة على أرض الواقع. بالإضافة كمان إن إحنا عندنا أسوان على أساس إن سيادة الرئيس كان أمر إن هي تكون عاصمة للشباب والثقافة والاقتصاد، في اهتمام من كافة الوزارات بالكامل،
فده موجود. ويمكن برضو عايز اقول ان احنا في بعض المستثمرين اللي اشتغلوا على ده على ارض الواقع فعلا، وعملوا البيوت اللي بتميز للبيوت النوبية اللي هي بترجع يعني الى الشكل اللي نقول ايه، هم الناس اللي السياح بيبقى حابين قوي ان هم يرجعوا لايه نقول ايه للزمان للشكل الاصيل بتاع البيئه الاسوانيه يعني البيئه. الله ينور. انا عايزها يعني في النهايه برضو اسوان الجديده وما الى ذلك من اللي بيحصل دي انجازات رائعه وعظيمه، بس دي موجهه لينا احنا اهل البلد. انا عايز الحاجات اللي نشد بيها الخواجه، يعني تلاقي مثلا حضرتك في مدن كده مثلا ساحليه جميله في ايطاليا ولاد لذينه بيبيعوها في كل حته في العالم، الاقي حاجات مش عارف في باريس وفي كانو وفي نيس وفي فرنسا كلام من ده. فانا عايز اسوان تبقى وجهه لشراء العقار، اصل ملف تصدير العقار ده يخلي الدنيا تمطر علينا ذهب، وأسوان في رأيي المرشح الأقوى والأكبر هي والبحر الأحمر. أنا مع حضرتك تماما، وإن شاء الله ده يمكن ده يندرس مع السيد وزير الإسكان وبرضه مستوى الدولة. وبطمن حضرتك أنا لسه يا دوبك يعني راجع من يعني كنت في مرور كده ولقيت بعض السياح الإيطاليين موجودين في المنطقة اللي كنت حضرتك موجود فيها وبتسجل فيها في فترة السيول يعني. أيوه. فكانوا سعدة جدا جدا، يمكن انا استوقفني ان هم حتى في عز يمكن الجو شويه الحار ده الا انهم مستمتعين جدا باسوان، واسوان جميله وهي لوحه فنيه زي ما قلنا قبل كده، ولكن الحقيقه ان هي متكامله المعاني زي ما تقول يعني جوها وبعدين روحها، والمواطنين بتوعها عندهم حس يعني جميل جدا جدا، وفي نفس الوقت بيعرفوا يتعاملوا مع السياح كويس قوي، وده بيزود الاسهم بتاعتنا. بس انا عايز في جزئيه اتكلم فيها مع حضرتك برضه طبعا فيما يخص موضوع التنسيق العام للعمل داخل المحافظه. يمكن كنا بنشتكي من موضوع القمامه يعني كده، احنا قسمنا مثلا مدينه اسوان قسمناها الى قطاعات رئيسيه وقطاعات فرعيه. حلو. كل قطاع رئيسي يتبعه قطاعات فرعيه، وكل واحد مسؤول بالاسم، وكل واحد فيهم مش مسؤول بس على ان هو يبقى ايه، يبقى هو قائد قطاعه وخلاص، لا ده مسؤول عن الزراعه والصيانه وكل ما هو خاص بهذا يعني القطاع مسؤوليته كامله، دهانات وزراعه وتجميل ونظافه وكل شيء بالكامل. وفي نفس الوقت لازم بيبقى فيه مكافأة للمتميز ولعين الثواب والعقاب طبعا، فده في حد ذاته انا اشتغلت عليه مع الجمعيات الأهلية اللي هي غير هادفها للربح. حلو. ولقينا ان الموضوع ده نجح جدا، يمكن بقالي فيه فترة اشتغلت عليه، لان احنا يعني عايزين الناس يبقى عندها وعي، وبعدين الناس محتاجة ان احنا نتعب علشان هم يشوفوا الكلام ده. فلما اشتغلنا عليه على ارض الواقع انا بقول لحضرتك فعلا أنا سعيد باللي شفته، لأن فعلا لما قسمناها بشكل قطاعات كده وكل واحد مسؤول عن مساحة معينة وشوارع وطرق معينة، ده ريحنا جدا. وفي نفس الوقت بقاش الموضوع يعني إيه مفتوح، رئيس مجلس المدينة مسؤول عن المدينة، لا ده متقسم بشكل يعني ريح، وفي نفس الوقت كل بقى جهة خدمية يعني الكهرباء المية كل واحد مسؤول اسمه موجود من ضمن القطاع، فبالتالي لما نقول في مشكله في القطاع الفلاني يبقى له رئيس للقطاع ده، وفي نفس الوقت كل جهه من الجهات الخدميه مشتركه معانا وكل واحد باسمه ورقم تليفونه ونعرف نجيبه في اي لحظه عشان خاطر ما يحصلش اي ضرب، وبنحاول بقدر الامكان ان احنا يعني نحافظ على الشكل العام، خصوصا ان احنا محافظه سياحيه من الدرجه طبعا دي. طبعا طبعا اداه قدود يا فندم، ويا رب دايما بكل توفيق. انا بشكرك جدا 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 سياده اللواء اشرف عطيه محافظ اسوان.